مدرب مارتن يول مدرب توتنهام. طب انت دربت عشان تعرف برضه تاني. طب بقى تقول لي اتدربت احلى مش هتفضل انت عاجباك انت اتدربت. لا لا طيب. يعني ثانية واحدة اسأل السؤال تاني اسأله اللي هو انت دربت. انت دربت لا كده كويس كمل يا كابتن. بص يا حبيبي فمن الموسم اللي فات وهو في لعيبة بتلعب عافية. انا بكلمك بمنتهى الأمانة. ده قول لي اسماء ما تقوليش كده. وليد سليمان عافية. اه بيلعب وليد سليمان عافية. اه ولما بيقعد بيقلب وشه ولما بيخرج بيقلب وشه. مش وليد بس ده في كذا لعيب. مين كمان قول. ما انا بقول لك اهو. فهو هو كان محافظ على يعني انا بقول لك محمد حمد زكي وجون انتوي واخد بالك. بس اسمع مني والله العظيم الكابتن الكابتن حسام وميدو والله العظيم ثلاثه الكابتن حسام بدري ما بيفرق معاه والله. اسمعني بس مش احنا. طب بص في الورقه وسايبني ليه. مش عاجبك الكلام يعني. مش عاجبك الكلام خلاص مش هتعجبني. انا جايب صفقات حمودي وجايب اللي هو دلوقتي كولوبالي. ده كولوبالي نازل في اخر 30 ثانيه. اسماعيل كولوبالي مش اسمه اسماعيل كولوبالي 30 ثانيه. وبعدين عمرو بركات فين هيلعبوا يا كابتن هيجي امتى امتى. انا لما جيت في ماتش الكاس دوت وماتش يعتبر انت ماسك النادي الاهلي يا كابتن رضا دلوقتي وجبت ثلاث لعيبه اول لما اول ماتش ليهم هتقوم منزل الثلاث لعيبه. لا ده 40 يوم قعدوا معايا مع بس اول ماتش. بقول لك اول ماتش حمودي كان محتاج يتقال. لازم ادي يعني اول ماتش تقوم منزل لعيبه. طب دي ده وجهه نظرك انما وجهه مش وجهه نظري. انا جايب لعيبه لازم اعمل تجديد في فرقه اعمل حماس اعمل ولعه في بين اللعيبه وبين بعضيها. مش هاجي اتصاب على شهر ونص ارجع تلاقي مكاني محفوظ. ما ينفعش. طيب مين من وجهه نظرك في النادي الاهلي يستحق ان هو يمشي ومين في نادي الزمالك؟ لا يمشي انا ماليش دعوه بقط العيش. لا يمشي دي لا. انما قول لي ان ده اقول لك مش ستايل نادي الزمالك. مش ستايل النادي ماشي. مين في النادي الاهلي شايف من وجهه نظرك انه مش ستايل النادي الاهلي ومين في نادي الزمالك مش ستايل نادي الزمالك؟ لا انت فكرني انا بشوف بس يعني معلول ده معلول ده ماله؟ معلول ماله بقى معلول؟ انا مش مقتنع بيه انا كمدرب واخد بالك. مش مقتنع بعلي معلول؟ ايوه مش مقتنع بيه. هو انت اللي بتقول ولا انا؟ انا اللي بقول واخد بالك. مش مقتنع في الوقت الحالي بعد ما كبر كده وليد سليمان يعني. هو طبعا احتراما السنين اللي قبل كده ولا مقتنع بوليد ولا مقتنع لا دلوقتي لا في ناس تلعب عليه. لا في ناس تلعب عليه دلوقتي ماشي كده عمرو جمال اه واخد بالك وخد فرص كتير. طب ما ندي الماتش اللي فات ده بتاع الداخليه لعماد متى ما نشوفه بقى. انت جاي تتكلم على عمرو بعد ما جاب الجوان. طب كنت قلت قبل ما يجيب الجوان. ده هو دلوقتي بيجيب جوان في كل ماتش دلوقتي فيبقى عادوا لما يجيب الجوان اللي بعده. كمل يا كابتن رضا. يعني ادي الثلاثه هم لعيبه كويسه بس ما ينفعوش اهلي وزمالك. طيب في الزمالك. في الزمالك كتير بقى اكتر من اللي في الاهلي. اه طبعا. زي مين؟ عندك ابراهيم صلاح عندك معروف يوسف عندك الاثنين الباكات ليفت الباك ليفت اللي هو علي فتحي. ما لعبش علي. لا ما لعب ماتش كاس هو اللي كان السبب في رجع النادي الاهلي يفكر في ان وليد يجدد تاني. وليد مين؟ الماتش ده وليد سليمان. واخد بالك. عندك مين تاني؟ احنا قلنا ابراهيم صلاح ومعروف وعلي فتحي. و انت معروف يا استاذ عامل لك عمل اقسم بالله. والله ابدا والله صعب. انا عارف قلت ساعتها انا بتكلم كوره. الخبر ده يسعد الكابتن رضا عبد العال. ليه يسعد ليه ده راجع تاني. ده راجع هيلعب الماتش الجاي.